تقارير. استطاعت وزارة التموين القضاء مؤخرا على ظاهرة طابور العيش التي كان يعاني منها المجتمع المصري على مدار العقد الأخير. سألنا الناس في الشارع ايه رأيكم في نظام التموين الجديد وايه عدد الأرغفة لكل مواطن، هل هي كفاية ولا لا؟ واللي هنشوفه دلوقتي هو الرد. في صعوبة في الايه، في صرف الحاجة، يعني مش سهله، يعني مش مثلا ايه تروح تجيب الحاجه على طول يمشوكي، لا يعني في تعب في الاجراءات في التومين، في يعني بهدله. نظام جميل جدا والله حضرتك، انا بجيب لحضرتك تومين بيزيد عندي العيش، عندي ما شاء الله بيزيد بكتير يعني، وباجي مثلا لو ما خدتوش مثلا كل يوم فبلاقي مثلا اخر الشهر مع التومين باخد بيه حاجات، سكر، رز، جبنه، حاجات كويسه يعني. حضرتك الاول كانوا التجار بتوع الدقيق بياخدوا الدقيق بيعوه سوق سودا، لكن دلوقتي طبعا عملوا كنترول على الموضوع ده يعني. كان حاجات الاول بصراحه ما كانتش كويسه، حتى الانواع والمنتجات ما كانتش قد كده، دلوقتي بصراحه الحاجات بقت يعني احسن وانضف وكويس يعني، الحمد لله يعني. كل حاجه بقت احسن من اول، لان الزيت كان اول مش كويس وحش يعني، وكان الرز مش مغزى فيه حاجات يعني وكده، فالوقت اتعدل وبقى كويس، كل حاجه بقت كويسه. ما بدفعش حاجه، باخد كل نفر 15 جنيه وباخد طلباتي، وفي حاجه اسمها فرق العيش باخده طبعا برده وتمام يعني.